لو الزرامي اتفضل. جاهزين يا جماعه؟ يلا يا جماعه جاهزين يا اساتذه. ارفع ارفع اللوجو شويه الرامي بتاعنا. يلا دكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان، كلمنا عن تدشين الجامعه الاهليه النهارده في جامعه حلوان واهميه هذا التدشين في ظل توجيهات السيد الرئيس بالتوسع في الجامعات الاهليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن النهارده لحظه تاريخيه في جامعه حلوان، تضع حجر الاساس لجامعه حلوان الاهليه اللي بتخرج من رحم الجامعه الام جامعه حلوان. وزي ما اتفضلت حضرتك ان ده بناء على توجه من القياده السياسيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نتوسع في هذه النوعيه من الجامعات، لانها تعتبر رافد اخر للجامعات الحكوميه، بتراعي تخصصات نادره واللي بتلبي سوق العمل. مش بس اكتر من كده، العمل على قدم وساق، ان احنا المفروض المرحله الاولى من هذه الجامعه تعمل مع بدايه العام الدراسي ان شاء الله 21/22. يعني حضرتك العمل هنا شغال ليل ونهار. هي مجرد النهارده في احتفاليه لوضع حجر الاساس، لكن ممكن نقول على مارس ابريل هتجد الموقف مختلف. على اخر الصيف طبعا الموقف هيكون اختلف تماما من حيث البنى. بالتوازي مع هذا الامر في لجان متخصصه شغاله بتشتغل على لوائح دراسيه، على التجهيز، على المعدات، بحيث عندما ينتهي الهيكل الكامل للجامعه الاهليه تكون ايضا جاهزه بالستاف بتوعها، هيئه التدريس جاهزه بالمعامل، بالورش، باجهزه الكمبيوتر، بحيث انها تبدا الدراسه فيها ان شاء الله. التخصصات يا فندم اللي موجوده خاصه في الجامعات الاهليه لازم تكون مرتبطه بالسوق العام. يعني مثلا الاداره الرقميه ده تخصص جديد. الفنون والتصاميم، واحنا جامعه حلوان جامعه فنون، بس هنا الفنون هتاخد فنون رقميه ديجيتال. احنا ان شاء الله هنقول ان احنا هتبقى جامعات جيل رابع في الجامعات اللي هي فعلا بتستخدم التقنيه الرقميه على اعلى مستوياتها في كل التخصصات. يعني في مش هنلاقي مثلا كليه اداب تقليديه، لكن عندنا كليه علوم انسانيه تطبيقيه، فيها برامج للترجمه مهم جدا، في عندنا برامج للفنون، برامج لإدارة المتاحف. إذا إحنا بنشوف سوق العمل عايز إيه، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 كيف بيشتغل. دكتور مجدي، وإحنا بنتكلم عن حجر الأساس الأول لهذه الجامعة، تحدثتم عن المباني، تحدثتم أيضا عن التخصصات، لكن الحديث حول المعايير لاستقبال الطلاب، إحنا بنتكلم عن نماذج وتخصصات نادرة ومختلفة ورقمية أيضا، وأيضا هيئة التدريس هل سيتم طبعا بنختار أفضل العناصر من هيئة التدريس اللي تقدر تبتدي بداية قوية بهذه الجامعات الأهلية. نمرة واحد. اثنين، حضرتك بتقول اختيار الطلاب كلهم لأولادنا وبناتنا اللي هم بيخلصوا الثانوية العامة إن شاء الله هذا العام، واللي ممكن الجامعات الحكومية ما تستوعبهمش. إحنا الجامعات الأهلية ومن مسماها جامعة الأهلية، جامعة غير هادفة للربح.